مع استعدادات وزارة التربية والإدارات التعليمية لعام دراسي جديد، أيضا نجيب يستعد أولياء الأمور بدورهم لاستقبال العام الجديد. طبعا فريق الأخبار جال في أحد الأسواق التجارية لاستطلاع رأي المتسوقين حول أسعار مواد القرطاسية وبدء العام الدراسي الجديد. نتابع. مع انطلاق العام الدراسي الجديد تبدأ الاستعدادات على قدم وساق، فتنطلق عجلة السلة المدرسية وما يرافقها من انهماك عار في المنزل والجمعيات لتوفير مستلزمات المدارس من كتب وقرطاسية وملابس وأمور أخرى يحتاجها الطالب ليكون جاهزا لاستقبال العام الجديد. لكل أسرة إذا كانت في مرحلة ابتدائية تطلع إلى المرحلة المتوسطة هني راح تبدي تفرق بالاستعدادات. إحنا مثلا بالنسبة لنا إحنا كان عندنا مرحلة روضة وطلعنا للمرحلة الابتدائية، فهذا شيء جديد بالنسبة لنا. شريت لي ملابس وجنط ودفاتر ومقالم. شريت جنطة، ما شريت لاند بوكس، شريت نطارة، هذا اللي شريته. الصبيان والعيال يعني يبون على راحتهم، مو أنا اللي أشتري لهم، فلازم أجيبهم معايا هم اللي يختارون، فتصير ربكة شوية لازم. جولة ميدانية قمنا بها عشية انطلاق العام الجديد على إحدى مهرجانات الكتب والقرطاسية في البلاد. أولياء أمور يصطحبون أطفالهم لاختيار ما ينقصهم من حاجيات مدرسية، بعضها يجدونها بسهولة وبعضها الآخر توفرها لهم المكتبات لاحقا. شوفي في ماركات حسب كل مدرسة، يعني مو كل حاجة مش متوفرة، بتبقى مدرسة بتختلف عن التانية في طلباتها، بس بنرجع نوفرها لهم بعد يوم أو في نفس اليوم، يعني ما فيش أي حاجة بتبقى إن شاء الله كله متوفر. وأحيانا يطلبون أشياء يعني بشكل محدد، يعني لازم تبحث عنها عشان تقدر تحصلها، يعني فما يندرى بعدين إذا عقب ما تفتح المدارس هل في أشياء ثانية متطلبات ثانية راح يطلبونها، الله العالم. مستانسة إني رايحة المدرسة. لأن فيها أصحابي وأبلاتي. الحقيبة المدرسية امتلأت والمستلزمات الأخرى تأتي تباعا بالتنسيق بين المدرس والطالب، والتمنيات بعام مبارك يتكلل في نهايته بالنجاح.